المريخ على القناة على أرضه وسط جمهوره. دمياط ولقائه مع البنك الأهلي وفوز دمياط 4-2 على البنك الأهلي. ده الهدف الثاني عن طريق رضا الويشي في الدقيقة 35 لفريق دمياط، كده بنتيجة 2-0 لصالح دمياط. دمياط طبعا الفريق الأزرق. بعد كده الهدف الثالث عن طريق سامو الأوسو لفريق دمياط. سامو الأوسو طبعا شفناه في الدوري الممتاز مع فريق غزل المحلة. كده النتيجة 3-0 لصالح دمياط على البنك الأهلي. هدف تحسين النتيجة لفريق البنك الأهلي، تصبح نتيجة 3-1 لصالح دمياط عن طريق علي صابر في الدقيقة 71. والهدف الرابع لفريق دمياط عن طريق شهاب شفيق في الدقيقة 78. كده نتيجة 4-1 على فريق البنك الأهلي. سكور كبير طبعا، نتيجة كبيرة جدا لفريق دمياط، وبيستطيع البنك الأهلي تحسين النتيجة فقط لغير بالهدف الثاني لتنتهي المباراة 4-2 لصالح دمياط.